اليوم راح نسوي كبسة دجاج. ضفنا الدهن، نخلي بهارات اللي هي كركم، فلفل أسود، كزبرة، نضيفها على الدهن ونخليها شوية نحمسها بالدهن. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فادي. بس ضفنا عليها الملح، راح نغطيها لأن تستوي. يا ودادي انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب رهيب والله. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي. ورفض ربع ساعة إلى أن ذابت شوية ذبلة الخضروات، بدي نضيف البهارات اللي هي كركم، سبع بهارات، كزبرة، يانسون، دارتشين أو قرفة، ورق غار، هيل، قرنفل، نور بصرة. فيك الجمال العجيب والله. من تبدي الخضروات شوية تذبل راح نضيف الرز. هسا ضفت التمن، راح أغطيه إلى أن يستوي، وما أحكي لكم عن الريحة، ريحة التوابل، جربوها.